جناب امام انقلاب حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی خطاب فرمائیں گے۔ جناب حضرت علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مرکزی اشاعت التوحید و سنہ، مرکزی اشاعت التوحید و سنہ، علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی۔ نحمدك يا من هو الله المتعال الكبير القدير ذو الجلال، نسلم ونصلي على من لا له قيادة الإكمال، ساد الورى قاد الخلق على الإطلاق، المبعوث إلى الأسود والأحمر، قاصدا لرب العالمين، عاملا لم يسبق إلى الدلائل من قبل، على وحدته العليا والقصوى والغلبى، بنعم مترقبة وبسنة متعبرة وبمحفل أمل عدل ذي الجمال، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له متوحدا بالحق لا شريك له، هو الذي لا يزال، نشهد أن سند الكائنات فخرا سرورا سرورا، مزاجا قائل
البدر والأدر والندر والنزر والفكر والأذر بالوحدة والجدة والمعنى والشوكة والسباحة والملاحة والإمامة والوجاة والإدارة والإدامة والعظمة والنظمة والهجة والجدة والشوكة والمشقة والمنفعة والمدرجة سيد إلى سدرة المنتهى انتهى جنة المأوى ثم نزل ثم بدل ثم بدل ثم عدل ثم هبط كشف الدجى بحق والزهى والليل إذا سجى بحامد بنادم بأزم بنسم بكل رسم وإسم وجسم ونظم وفقدان وعنوان وعنوان وعذبين وخاتم وقطف ونطق وجيف ونظم وركن وإذم ورجل وعظم بآية وجذم لبيت ونظم لحتم لفقر ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله أولا وآخرا الحمد بحمد والحمد بمحمود والحمد بأحمد والحمد بحمودة والحمد بحمادة في حمد على حمد إلى حمد على حمد على حمد أحمد محمد والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صدر محترم اور عزیزان مکرمین عزیز بھائیوں محبوب دوستوں محض مخلص مسلم نوجوان ساتھیوں السلام علیکم دنیا دنی دے حالات دا تقاضا اے ہے کہ اج دا اے دور واز نصیحت